السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق نفسك قبل ما تتسحب الورقة منك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أصعب المواقف حبيبي اللي الإنسان ممكن يقابلها في حياته هو الموقف لما بيبقى قاعد في لجنة الامتحان. لجنة الامتحان والمراقب عمال يوصلك، وخصوصا لو كان لابس نظارة شمس، فأنت ما انت شايف هو باصص فين، وبعدين قاعد بتكتب وانت متوتر. رغم ان انت لما تدخل اللجنة أول حاجة تعملها استعن بالله، وعليك بالأذكار، وعليك بان انت حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله، وخد بالأسباب وذاكر وخش اللجنة وإن شاء الله بالتوفيق. المهم من أصعب المواقف إن أنت تبقى قاعد في اللجنة ولسه بتحل والوقت جري، وفجأة لقيت المراقب بيقول لك فاضل 5 دقايق وهنسحب الورق. بيحصل هرج ومرج وبيحصل توتر عند كل اللي قاعدين في اللجنة من الطلبة اللي قاعدين بيمتحنوا. منهم اللي يقول له بعد إذنك يا أستاذ خليها 10 دقايق، واللي يقول له طب خليها ربع ساعة، طب والله ما لحقت أجاوب غير سؤال واحد، طب أنا فاضل سؤال واحد أجاوب عليه وخلاص. وممكن تلاقي واحد بيملى الورقة بأي كلام، المهم إن الراجل اللي بيصح الورق يلاقي الكلام مكتوب والورقة مليانة حتى لو معرفش يقرأ الكلام اللي مكتوب. لكن في صنف بقى من الطلبة الله أكبر قاعد زي الباشا، لا مش زي الباشا، هو باشا فعلا، شاب توكل على الله، استعان بالله، أخذ بالأسباب، ذاكر كويس، راجع كويس، جاوب كويس بعد أن استعان بالله سبحانه وتعالى، فمش فارقة معاه الورقة تتسحب قبل كده أو بعد كده أو بعد 5 دقايق أو بعد ساعة، ولا فارقة معاه لأنه الحمد لله جاوب كويس جدا. هي ديت نفس الحياة اللي احنا عايشينها. ربنا خلقنا في الدنيا للامتحان والابتلاء والاختبار. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني يختبركم. طب الاختبار هيكون بإيه؟ بالأوامر والنواهي. بين إيدينا الورقة هي أوامر المولى عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول سمعنا وأطعنا ولا هنماطل؟ النواهي التي جاءت من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هتنتهي ولا مش هتنتهي؟ هي دي المسألة. هتجاوب صح هتلاقي نفسك عند دخول ملك الموت، هتلاقي نفسك بتقول لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله، دخل الجنة. يوم ما تجاوب صح هتلاقي النتيجة وانت داخل القبر بفضل الله، وربنا بيثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تلاقي نفسك لما يجي لك الملكين في القبر ويسألوك من ربك، ربي الله، جاوبت في الدنيا وعشت على طاعة الله وعشت على عبادة الله سبحانه وتعالى. ما دينك؟ دين الإسلام. طول حياتي مقضيها عايش للإسلام بفضل الله. من النبي الذي بعث، أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني كنت بتبع الرسول لأنه كان أسوتي وقدوتي صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة. يوم ما تخرج الروح هتشوف نتيجة الامتحان بتاعك في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك بقى، الشيطان بيدخل لك من مدخل التسويف، ان يقول للبنت اللي مش لابسة حجاب، يقول لها قولي هلبس الحجاب بس لما اكبر شوية، هلبس الحجاب لما اتجوز، هلبس الحجاب لما اعتمر. طيب هتلحقي تعيشي لحد لما تعتمري او تتجوزي او تتخرجي من كليتك؟ محدش يضمن حياته. ربنا سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في الدنيا في لجنة الامتحان المراقب بيقول لك فاضل 5 دقايق وتسلم الورقة أو نسحب الورقة. إنما بقى ملك الموت لا يستأذن على أحد. حبيب قلبي، ملك الموت لا يستأذن إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ما يستأذنش على أي حد. يعني أول ما يجي وقت الأجل بتاعنا خلاص بتقبض الروح، والله أعلم بقى تقبض الروح على طاعة ولا على معصية. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، إن الإنسان يبقى عايش وفجأة يموت في لحظة وهو لا يدري أمات على طاعة أم مات على معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده محتاجين نعيش على طاعة. وقعنا في ذنب، محدش معصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المعصوم الوحيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلحق تتوب كل ليلة وتنام على توبة، ولو نمت على دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخره، يفضل الله سبحانه وتعالى. لو مت في تلك الليلة كنت من أهل الجنة، ولو قلت دعاء سيد الاستغفار في الصبح ومت في ذلك اليوم كنت من أهل الجنة.
يبقى اوعى تسوف، اوعى تقول هصلي من يوم الجمعه الجايه او من رمضان اللي جاي، هقرا قران من اول رمضان، هحج لما يحصل لي مش عارف ايه، هدفع الزكاه بس بعد 5 سنين. اوعى تسوف اي طاعه، واوعى تسوف التوبه لو كنت واقع في معصيه. الحق وارجع الى ربنا سبحانه وتعالى، الحق نفسك قبل ما تتسحب الورقه منك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.